طيب يعني سريعا، احنا بدأنا بمقاييس النزعة المركزية، تمام؟ أخذنا المتوسط وشفنا إنه في، أنا عندي مفهوم أساسي أنا عندي في البيانات، هو موضوع إنان أذكركم فيه، اللي هو not a number، لأنه البيانات في الحقيقة فيها مشاكل كتير وفيها missing values كتيرة، تمام؟ فبالتالي انه انا بدي اقيس المين، لازم انه انا اقيس المين واخذ بعين الاعتبار النان هذا، فبالتالي النمباي بتقدر انه تعطيني المقاييس هذه بشكل سلس جدا، سواء كان المين او الويتد مين او الهارمونيك مين، تمام؟ وهذه الاشياء احنا حكينا انه ليش في عندي أكثر من مين؟ لأنه ربما أنتم درستوا في موضوع في كورس الداتا ساينس، لما بدي أجي أنا أعمل تقييم، تمام؟ ولما يكون في عندي التقييم إنه أنا بدي يعني أقيم موديلز في الريجريشن، فبالتالي الايرور ميتريكس أو البرفورمانس ميتريكس هي حتكون عبارة عن ايرور، مش زي الكلاسيفيكيشن بتكون عبارة عن accuracy. واضح الكلام ولا لا؟ مر عليكم هذا الـ كيف؟ لما بدي اجي انا اقيم المودلز بالضبط اخذت الاكيورسي، لكن الاكيورسي انت بتطبقها لما تكون انا عندي الكلاس كاتيجوري نومينال، لكن لما يكون الكلاس نمبر، يعني بدك تعمل بريدكت للهاوس برايس مثلا على سبيل المثال او للستوك برايس، فبالتالي كيف انت بتقول ان يعني بتقدر تحكم انه هذا الموديل افضل من هذا الموديل؟ الريجريشن هو الموديل، تمام؟ فجيت انت على يعني عشان انا اوضح لك المساله، انه انت افترض انه الهاوس او يعني البيت هذا حقه 40000 وانت عملت له بريدكت 41000، قديش الايرور؟ 1000 مش 1 تقسيم 40. انا حكيت انه السعر الاساسي، السعر الحقيقي له 40000، واللي انت عملته بريدكت بالموديل تبعك 41، وخلينا نقول 41 و500، فبالتالي الايرور قديش؟ $1500 مثلا على سبيل المثال. فهل هذا الايرور كويس ولا مش كويس؟ فبدك تاخذ المتوسط تبع الايرور لكل التست انستانسز اللي انت بتشتغل عليها. فعشان هيك انه مهم جدا انه انت تعرف انه انت كيف تقيس الايرور، وعشان هيك انت في عندك اكثر من نوع من المتوسطات انت ممكن تستخدمها في الايرور. يعني على سبيل المثال انت ممكن انه انت تقيس الاكيورسي في ريجريشن باستخدام الروت مين سكويرد ايرور، او ممكن انه انت تستخدم المين ابسوليوت ايرور، فبالتالي انه الفكره في الموضوع انه انت بتحسب حاصل الفرق وبتاخذ المتوسط للايرور عشان تاخذ يعني فكره عامه عن قديش الايرور، مقدار الايرور للموديل هذا لكل تيست انستنسز بشكل عام، تمام؟ على حسب التطبيق. يعني انت عندك اسعار البيوت انه بالالافات، ممكن توصل حتى 100000، فبالتالي لما يكون عندك الايرور، يعني انت لما يكون عندك موديل ويعمل لك بريدكت لسعر البيت بلس ماينس $2000، ممتاز جدا. بينما تيجي تطبق هذا الكلام على مثلا على سبيل المثال على فلايت برايس او سياره، سياره برضه نفس الرينج، يعني خلينا نحكي على فلايت. الفلايت الاسعار تبعتها تقريبا الرحلات القصيره من $100 ممكن توصل معاك لغاية $1000، فبالتالي انت لما تيجي تقول والله الايرور $500 كتير كتير جدا. ماشي، ما هو يعني انت يعني لما تيجي تقول انه
ال 20% هذه بتفرق معك، يعني انه ال 20% من مبلغ مثلا انه يكون عندك 300 دولار، ال 20% منه قديش؟ مبلغ بالضبط. بينما انت لما تيجي تقول مثلا 100,000، ال 20% فيها يعني it's a big number. ما بيزبط، ما بيزبط انه انت توحد الموضوع، لانه انت عندك في الاكيوريسي في الكلاسيفيكيشن، انت الاكيوريسي انه انت قاعد، انت قاعد بتقول لي انه انت قديش عملت بريدكت كوركتلي. يعني انت عندك على سبيل المثال 10,000 داتا رو، عملت بريدكت منهم ل 9,000 وغلطت في 1,000، فبالتالي قديش النسبة؟ 90%. فبالتالي انه لما تقول والله نسبة الاكيورسي 100%، معنى ذلك انه انت عملت بريدكت لهم كوركتلي 100%. لكن الريجريشن عمره ما بتعمل بريدكت للتارجت اكزاكتلي زي ما هو، نادر جدا، نادر جدا انه انت تعمل بريدكت. فبالتالي انه بيكون في عندك ايرور، والايرور هذا في شيء له سقف، يعني بتقدرش انه انت تحوله تقول والله نسبة يعني انه تحوله لاكيورسي 100%، انه تقول انه والله كلهم جابهم 100%. ما هو هذا دورك انت كديتا ساينتست، لانه الديتا ساينتست انه بدك تقضي وقت طويل يعني عشان تفهم الدومين تبع البيانات وتعرف الابلكيشن، وتقول انه والله في الابلكيشن هذا الايرور مقبول، اما في ابلكيشن ثاني الايرور هذا لا مش مقبول. يعني مش ب... ما هو لا لا مش هيك القصة، القصة في الموضوع إنه على سبيل المثال أنت بدك تعمل موديل، تمام؟ هجيت الموديل هذا بدك انه انت على سبيل المثال نفترض انه انت بدك تعمل الموديل هذا، الموديل له علاقة بالسنتمنت اناليسيس، انه انت بدك تعمل كلاسيفاي اجت لك شركة وقالت لك انه انا عندي المتابعين على الصفحة تبعتي بدي اعرفهم بوزيتيف، الاراء تبعتهم او التعليقات تبعتهم بوزيتيف ولا نيجاتيف، تمام؟ فانت اجيت رحت عملت موديل وقلت والله 95%، هل النسبة هذه مقبولة ولا مش مقبولة؟ في عندك حاجة معروفة في الابليكيشن هذا، الابليكيشن هذا انه في عندك حاجة اسمها الستارت ستيت اوف ذا ارت. الستيت اوف ذا ارت معنى ذلك انه الاحدث ما توصل اليه العلم، انه انت عندك في السنتمنت اناليسيس انه احدث المودلز اللي موجودة حاليا النسبة فيها عالية جدا. فبالتالي انت لما تيجي تقول والله انا جبت 85 او حتى 90 مش مقبولة، لازم انه انت تكون قريب من الستيت اوف ذا ارت. هذه شغلة. الشغلة الثانية برضه هو بده يقول انه هذه النسبة مقبولة ولا مش مقبولة. يعني صحيح صحيح الستيت اوف ذا ارت، ومرات انه يعني البرفورمانس تبع الهيومن. يعني على سبيل المثال لنفترض انه انت موظف في البنك، وظيفتك البنك شو الوظيفة تبعته؟ يعمل فاينانسينج، صح؟ خلينا نسميه بهذا الأسلوب، إنه هو بده يعطي أي شخص محتاج تمويل بده يعطي له فلوس. البنك بهمه إنه الأشخاص اللي بيعطيهم فلوس إنه يرجعوا له إياه. شو الفايدة إنه هو يعطي له فلوس ويقول له في الآخر يرفع إيديه زي هيك ويقول له أنا مش قادر أسدد، انحبس. شو استفاد البنك؟ حبس كل الناس، ماشي، بس لكن شو استفاد؟ بده فلوسه. فبده يكون في موظف مختص بروح بدرس البروفايل تبعك، بيحدد انه انت قادر انه انت تسدد القرض ولا لا، عندك وظيفة مستقرة، عندك مثلا انه البروفايل تبعك انه ككريدت هيستوري في البنك انه انت
بتنزل بالمكشوف كتير، بتنزلش بالمكشوف كتير. لنفترض شوف هذا السيناريو، لنفترض انه انت كخبير في هذا المجال رحت، يعني انه بتقدر انه انت تقيم الناس بنسبة بدقة 75%. يعني بمعنى انه 75% من الاشخاص اللي انت من العملاء اللي انت بتعطيهم فلوس، 75% منهم بيرجعوا، 25 بيرجعوش. تمام؟ فرحت انا عملت موديل، هذا الهيومن زي هيك، رحت انا عملت موديل، الموديل هذا جاب 78، مع انه 78 نسبة متدنية جدا، لكن انه كبزنس ابليكيشن مقبول جدا، لانه الهيومن الايفورت تبعته مع الخبرة تبعته بيقدر انه هو يتنبأ بنسبة، او بيقدر انه هو يعمل تصنيف للبروفايل تبع الزبائن او العملاء تبعون البنك بنسبة 75% انه صح، و25% انه ما بيرجعوش الفلوس، بتعثروا في السداد. فلما يجي البنك يجي يرفع لك، عفوا، لما يجي الداتا ساينتست ويرفع لك النسبة هذه ل 78، مع انه 78 متدنية جدا، تعتبر نسبة ممتازة. ف شو في عندك ونفس الاشي يعني بيقع على الاطباء. يعني الاطباء انت تيجي تقول والله هذا ميديكال دياجنوسيس، انا بقبلش اي سيستم انه يكون الدقة تبعته 99%. مين قال هذا الكلام؟ مش بالضرورة، في بعض الاطباء بيغلطوا في التشخيص. لنفترض انه في مرض صعب جدا التشخيص تبعه، بيحتاج خبراء من الاطباء ان هم يطلعوا في الاكس راي زي هيك ويقول لك في هذه فيها مشكلة، ولنفترض انه نسبة الدقة تبعتهم في التشخيص 85%، انت اجيت رفعتها ل 83%، فانت بتكون انه الموديل هذا ممتاز. من يعني لما انت تيجي تقول بدون السياق هذا، تقول والله انا عملت نظام للتشخيص الطبي والدقة تبعته 30%، حيجي يقول لك لا، انه 30% هذا مسألة حياة او موت، هذا يعني تشخيص طبي، لا مش مقبولة النسبة. طب لو علمت انه الاطباء انفسهم اصلا الدقة تبعتهم يعني 83%، فبالتالي انه لا، الموديل هذا البرفورمانس تبعه او التقييم تبعه، هنا بيجي دورك انه انت تعرف البزنس ابليكيشن، انه انت كديتا ساينتست مش مطلوب منك بس انه انت هاي البيانات وانا ماليش دعوة في الدومين وماليش دعوة في البزنس ابليكيشن، لا، بدك تكون ملم بهذه الشغلات. تمام؟ وصلت الفكرة؟ ما مرش علي على الإطلاق إنه يكون أنت عندك في الريجريشن إنه تكون الـ يعني الميتريكس هي عبارة عن نسب مئوية، كلها عبارة عن ايرور، وبدك إنه تقارن. يعني أنت لازم يكون الميتريك هذا أنت عندك عشان تقارن الموديل هذا مع الموديل هذا، مش عشان تقول انه والله الايرور هذا المقدار هذا 300، الايرور انا عندي الايرور متوسط الايرور 300، كويس ولا مش كويس مش عارف انا. لا، لازم تكون عارف، والارقام هذه ال 300 يعني المتريكس هذه اللي انت بتستخدمها في الريجريشن او الايرور اللي انت بتستخدمه في قياس هذا عشان تقارن فيه بين المودلز. لنفترض انه انت في عندك موديل A وموديل B، موديل A الايرور تبعه متوسط الايرور تبعه 300، الموديل B متوسط الايرور تبعه 120، مين افضل؟ الايرور اقل. فبالتالي انه انت يعني بتتعامل مع الموضوع عشان تحدد مين هو البيست موديل، مش عشان تقول والله انه يعني فقط انه عشان تقول والله ال 300 هذا كايرور مقبول ولا مش مقبول، لا، برضه عشان انه انت تقارن المودلز مع بعض. تمام؟ طيب، فعشان هيك انت عندك المقاييس هذه. بعد هيك احنا دخلنا في الفاريابيليتي متوسطات. الايرور على الريجريشن، الكلاسيفيكيشن في له متريكس ثانيه يعني شائع فيها انه انت تستخدم الاكيورسي والبريسيجن والريكول والامور هذه كلها. صحيح، ما هو كله أرقام، يعني الأكيوريسي برضو عبارة عن رقم، بس الأكيوريسي تمثل أنا عندي نسبة مئوية،
والبريسيجن والريكول يمثل نسبة مئوية، لكن الايرور اتس ا نمبر مش نسبة مئوية. يعني لما يجي يقول لك متوسط الايرور 73، متوسط الايرور 150، معنى ذلك انه انت بتعمل بريدكت للتارجت. صحيح. يعني خليني أعطي لك مثال بشكل سريع عشان أنت تقدر برضو تتخيل الموضوع. نعم، أنا بدي أعطي لك مثال عملي، تمام؟ عشان إنه أنت هاي بدي أجيب لك إنه هاي العمود وهي البريدكشن و كيف مش مسؤول عن الداتا؟ آه، إيش يعني مش مسؤول عنها؟ ماشي، بس معالجة البيانات عليك ولا مش عليك؟ فهم الدومين عليك ولا مش عليك؟ لا لا، أنا بتصور إنه أنت لازم تكون في عندك معرفة في الدومين. شوف لي هذا المثال. يعني هنا انه استخدم ريجريشن 3، تمام؟ انت عندك هي وحمل الداتا سيت هنا. خلينا نعمل اكسكيوت لهم كلهم. هاي الداتا سيت شوف لي اياها. إيه لا، خليني أنا أعمل لك مثال من الصفر. خليني أعمل لك مثال هنا. طيب، بدي أحمل الـ CSV Reader، بدي أعطيله ملف على سبيل المثال. هاي الهاوس برايس، زي ما انت شايف انه هاي الداتا سيت. خليني اشغل لك اياه عشان بس تاخد فكرة عن الداتا سيت. يعني هذه الداتا سيت انه فيها 81 كولوم وفيها 1460 رو. طبعا هنا انت في عندك مجموعة من الاتريبيوتس، شوف لي اياها. هاي انت في عندك هذا الاي دي، في عندك انه الاريا تبعت البيت هذا، تمام؟ في انت عندك الير بيلت، تقدر انه انت تعرف من خلاله انه قديش البيت قديم او حديث، تمام؟ وفي انت عندك قديش عدد الغرف فيه، وقديش كل الاتريبيوت هذه لها علاقة في تحديد سعر البيت، تمام؟ هجيت احنا ايش بدنا نسوي؟ بدي اقسم البيانات لجزئين، تمام؟ وبعدين بدي احط ريجريشن موديل. خلينا نستخدم على سبيل المثال ليرنر او بريدكتور.
انا بدي اعمل سيلكت للتارجت، تارجت تبعي اللي هو السيل برايس، وهنا بدي اقول له استثني من الموديل الاي دي بدنا شيء. الان مشغل، اجيت شوف لي يعني طلع لي هنا، انت عندك هي السيل برايس، سيل برايس انت عندك هنا قديش سعر البيت هذا؟ 223,500. قديش البريدكشن؟ 284,000. قديش الايرور؟ هذا ناقص هذا. وهذا الكلام برضو بعمله لكل اكزامبل انت عندك زي هيك، تمام؟ هذا سعره 200,000، هنا جاب لي انه البريدكشن تبعه 272,000، فبالتالي انا عندي الايرور 72,000. فانت عندك الايرور تمام لكل هاي السجلات، تمام؟ ايش بنسوي؟ بعد ما نحسب الايرور بنروح بحسب المتوسطات لها، فبالتالي هنا بحتاج لنود اسمها سكورر. اللي هي نيوميريك سكورر. وهنا بعمل كونفيجريشن انه انا ايش بدي اقارن؟ بدي اقارن البريدكشن مع، عفوا، بدي اقارن السيل برايس، السيل برايس مع البريدكشن. يبقى هذا البريدكتد كولوم وهذا الديفرنس انا عندي، تمام؟ فبعمل رن لهاي، وهنا بتقدر انه انت تشوف ايش هذا المتريك. ار سكوير يعني انه اخذ الايرور ربعه واخذ المتوسط، فبالتالي هي القيمه تبعته، تمام؟ بعدين عندك مين ابسوليوت ايرور، مين ابسوليوت ايرور، اخذ الايرور الابسوليوت فاليو تبعته، تمام، واخذ المتوسط بعد هيك. مين سكويرد ايرور، ربع هذه روت، روت سكويرد ايرور، روت سكويرد ايرور. أعتقد هذا مش سكويرد، هذا روت ايرور، روت ايرور، لانه هو بياخد المتوسط تبع الايرور، لانه الايرور مره بيطلع انت عندك بالماينس ومره بالموجب، على حسب اذا كان انه انت تنبأت بسعر اعلى او بسعر اقل، فبالتالي انت عشان هيك انه انت عندك بيطلع هنا بالماينس. ار تربيع لا، هاي ممكن نرجع هنا. هاي الاس اس ريس على الاس اس توتال، واللي بتساوي البي اي ماينس الار اي في واحد ماينس، واحد ماينس، ففي ماينس في المعادلة. ايوه كان حاططها بين قوسين انه كان بي نيجاتيف، تمام.
فانت في عندك هنا متوسطات مختلفه انت ممكن انه انت تستخدمها في هذه مين ابسولوت ايرور، مين سايند ديفرنس، مين سكويرد ايرور، كله عباره عن مينز تمام مختلفه. فانت لما تيجي تطلع انت عندك هنا على القيم، الفكره في الموضوع هنا انه انت عندك لو عندك تو مودلز وتيجي تطلعت على الايرورز ماتريكس تبعت هذا الموديل والموديل الثاني اللي اقل بيكون هو الافضل، هاي الفكره في الموضوع تمام. فهي انه انت عندك انه هو كيف بيحسبوا انه بيكون في عندك عمود للتارجت تبعك اللي انت بدك تعمله بريدكشن، وعمود ثاني للبريدكتد اللي عامله الموديل، وعلى اساسه بتقدر تحسب الديفرنس هو هذا الايرور. الايرور بدك تاخذ له متوسط لانه انت بدك رقم بيمثل يعني البرفورمانس تبع الموديل كله ككل تمام. طيب بعدين احنا انتقلنا لقياس الفاريابيليتي.